الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، لا خالق إلا الله. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، هذا عموم لا يخرج منه شيء، حتى أنه جل وعلا خلق العباد وخلق أفعاله. أما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، أفعال العباد أيضا الله خلقها. وقد قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، يعني الله خلقكم وعملكم، أو خلقكم والذي تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فقال أهل السنة: الله خالق كل شيء، ويدخل في هذا الشيء أفعال العباد، فالله خلق العباد وخلق أفعالهم، خلافا لعقيدة المعتزلة الذين قالوا: العبد يخلق فعل نفسه. لا، الخالق هو الله عز وجل، خلق العباد وخلق أفعالهم. ولبيان أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، الدليل الله خالق كل شيء. وبيان ذلك أن العبد يفعل أي فعل بأمرين اثنين: بإرادة وقدرة. فلو أردت أن أحمل هذا القلم أو هذا الكتاب، أردت أن أحمله وعندي قدرة على حمله لحملته، أريد وأقدر، فماذا صنعت؟ حملت الكتاب، صح؟ لما حملته؟ بإرادة وقدرة. أريد أن أضع الكتاب وعندي قدرة على وضعه، وضعته. أريد أن أحمل هذا القلم وعندي قدرة على حمله، حملته. أريد أن أضعه وعندي قدرة على وضعه، وضعته. أريد أن أحرك يدي، أريد أن أحرك وعندي قدرة، حركت يدي. أريد أن أكل، أن أشرب، أن أمشي. أفعال العباد تتم عن طريقة إراداتهم وقدراتهم. السؤال: من خلق الإرادات والقدرات؟ ها؟ الله عز وجل خلق لي إرادة وخلق لي قدرة، فاستطعت أن أفعل، استطعت أن أفعل. لو أن الإنسان لا يريد أن يفعل، ولو كان عنده قدرة لكن لا يريد، ما فعل. ولو كان يريد أن يفعل لكن ما عنده قدرة، ما استطاع أن يفعل. لكن إذا كان يريد وقادر، عنده إرادة وعنده قدرة، أراد بإرادته أن يفعل وقام يفعل بقدرته، استطاع أن يفعل. الآن ماذا وصلنا إليه؟ أن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم، لأنه لأنه خلق في العباد إرادات وقدرات بها يفعلون. فصح أن نقول الله خالق العباد وخلق، خلق العباد وخلق أفعالهم، وكما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، وقال: والله خلقكم وما تعملون. طيب، لو أن في كأس ماء والعبد يريد أن يشرب وعنده قدرة على الشرب، فأخذ وشرب، من الذي شرب؟ الله عز وجل ولا العبد؟ العبد هو الذي شرب. صحيح أن العباد، أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، لكن أفعال العباد تنسب إلى العباد لأنهم الذي باشروها. فالعبد هو الذي شرب، ليس الله عز وجل. نعم، الله خالق العباد وخالق أفعالهم، لكن ما الذي شرب هذا الشراب؟ العبد. خلافاً لاعتقاد الجبرية الجهمية الذين قالوا بالجبر، وأن العبد مجبور على فعل نفسه، فقالوا: الله يقول في كتابه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالفاعل على الحقيقة هو العبد، عفواً، الفاعل على الحقيقة هو الله. المرجئة يقولون، الجبرية، الفاعل على الحقيقة هو الله. طيب، بقولك ما الفاعل على الحقيقة هو الله، إذن العبد لا يفعل شيئاً. إذا شرب فالذي شرب هو الله، وإذا أكل فالذي أكل هو الله، وإذا تزوج فالذي تزوج هو الله، والذي ولد له هو الله. وهذا كفر ما بعده كفر، لأن ممكن نتصور أشياء أيضا قبيحة، المعاصي، إذا كان الفاعل حقيقة هو الله. فلا شك أن هذا باطل، ومن بطلان هذا الاعتقاد، اعتقاد من؟
الجبرية من بطلان اعتقادهم أنهم بهذا القول أبطلوا جميع الشرائع، بما أن الإنسان مجبور على أفعاله، إن كفر فهو مجبور، وإن آمن فهو مجبور، وإن صلى فهو مجبور، وإن زنى فهو مجبور، وإن شرب الخمر فهو مجبور، وإن صام فهو مجبور. إذا لماذا يرسل الله رسلا وينزل كتبا؟ لماذا شرع الله التشريعات؟ ما الإنسان لا مشيئة له، هو مجبور على كل شيء. إذا لماذا يرسل الله الرسل وينزل الكتب والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصائح والخطب والمواعظ؟ ما الفائدة منها ما دام الكل مجبور على أن يفعل؟ لا تقول الإنسان اتق الله، لأنه اتق الله أو لم يتق الله هو مجبور. لا تقول الإنسان أقم الصلاة، لأنه أقام الصلاة أو ترك الصلاة فهو مجبور. قالوا نعم مجبور، الله يقول الله خالق كل شيء. طيب خالق كل شيء لا يعني أنه أن العبد غير مكلف مجبور على كل شيء. نعم رب العالمين خلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم خلق الله العباد وخلق أفعالهم، لكن الله جعل فيهم قدرة على الاختيار، لهم مشيئة يختارون بها، كما قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنجد أن في هذا الباب زلت فيه أقدام كثيرة وتاهت فيه أوهام، منهم من ينكر أن الله عز وجل شاء شيئا، الله لم يشأ شيئا، والعبد يخلق فعل نفسه، وهذا قول المعتزلة القدرية نفاة القدر، هذا قول المعتزلة القدرية نفاة القدر، أن الله جل وعلا لم يشأ شيئا، الله لم يشأ شيئا، والعبد يخلق فعل نفسه، فنفوا مشيئة الله تبارك وتعالى. مقابلهم القدرية الجبرية، لأن القدرية هذا اللقب يطلق على كل من انحرف بالقدر، سواء كان نافي للقدر كالمعتزلة أو غالي في إثبات القدر كالجبرية الجهمية. هؤلاء على طرف نقيض هؤلاء، هؤلاء نفوا أن الله شاء شيئا، وهؤلاء قالوا أن العبد لا مشيئة له وإنما هو مجبور على جميع أفعاله. انتبهتم؟ انتبهوا لهذا الكلام. هؤلاء انحرفوا، هؤلاء انحرفوا، هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا، وهؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا. ماذا قالت المعتزلة القدرية النفاة القدر؟ الله جل وعلا لا مشيئة له. ماذا قال الجهمية الجبرية؟ العبد لا مشيئة له. ماذا ترتب على هذا وهذا؟ أما النفاة القدرية فقالوا الله لم يشأ شيئا، فحينئذ الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وإنما العبد يخلق فعل نفسه. فهؤلاء كفروا بالربوبية، لأن نفوا أن يكون الله خالق كل شيء، والله هو خلق كل شيء، وأثبتوا كم خالق غير الله؟ خالقين كثر، لأن العبد يخلق فعل نفسه، فأنت خالق وهذا خالق وهذا خالق وهذا خالق وأنا خالق، كل عبد يخلق فعل نفسه. إذن الخالقون عندهم كثر كثيرون، ولذلك سموا ماذا؟ مجوس، لأن المجوس أثبتوا لهذا العالم خالقين اثنين، النور خلقت الخير والظلمة خلقت الشر، فأشركوا بالربوبية لما أثبتوا العالم خالقين اثنين. هؤلاء كم خالق أثبتوا؟ كم؟ بعدد العباد، لأنهم يقول العبد يخلق فعل نفسه، فنفوا مشيئة الله عز وجل وخلقه لأيش؟ لأفعال عبادة، شرك في الربوبية. هؤلاء ليسوا أقل خبثا وضلالا من أولئك. من هؤلاء؟ الجبرية الجهمية. شو يا أخوان، جبرية جهمية مرجئة شيء واحد، حرف الجيم فيهم. الجهمية الجبرية المرجئة، هؤلاء شيء واحد. هؤلاء الجبرية لأنهم يقوم بالجبر، أن إنسان لا مشيئة له، مجبور يصلي، مجبور يؤمن، مجبور يكفر، مجبور يشرب الخمر،
لا مشيئة له. فهؤلاء أيضا قالوا قولا شنيعا، قولا سيئا خبيثا، لأن بقولهم هذا أبطلوا الشرائع. لا فائدة من إرسال الرسل ولا إنزال الكتب طالما الجميع الجميع ماذا؟ مجبور أن يفعل، لا مشيئة للعبد. أهل السنة أسعد الناس بحمد الله. في موضع واحد من القرآن قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم، فأثبت ماذا؟ مشيئة للعباد. رد على من؟ على الجبرية الذي يقول العبد لا مشيئة له، والله يقول لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رد على من؟ القدرية المعتزل الذي نفوا أن الله له مشيئة. فآمنوا أهل السنة، آمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالقدر خلافا للمعتزلة النفاة، وآمنوا بالشرع خلافا للجهمية الجبرية. آمنوا بالقدر والشرع، فقال والله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، كما قال والله عز وجل خالق كل شيء، كما قال الله خالق كل شيء، والله له مشيئة كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وآمنوا بالشرع، قال الله عز وجل شرع الشرائع، أرسل كتبا، أرسل رسلا وأنزل كتبا، وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. فنؤمن بماذا وماذا؟ نؤمن بالقدر خلافا للمعتزلة، ونؤمن بالشرع خلافا للجبرية. طيب، المعتزلة اللوث اللي عندهم الذي جعلهم ينفون مشيئة الله عز وجل، أن قالوا كيف يشاء الله عز وجل ما لا يحب؟ هل يشاء الله الكفر؟ هل يشاء الله الفساد؟ والله لا يحب الفساد، إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، كيف يشاء ما لا يحب؟ فنفوا أن يكون الله شاء شيئا، لأن من الأشياء ما لا يحبها ولا يرضاها كيف يشاؤها؟ وهذا كلام باطل سخيف جدا. أولا، الله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه بأنه شاء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولو كان ما لا يحبه وقع ولم يشأه، إيش معنى هالكلام؟ ما معنى هالكلام؟ أن مشيئة المخلوق غلبت مشيئة الله. الله لم يشأ للكافر أن يكفر، ولكن الكافر كفر وغلبت مشيئته مشيئة الله عز وجل. الله لم يشأ أن فلان يشرب الخمر، لكن شارب الخمر غلب مشيئة الله. وهذا غاية الكفر، أن يكون العبد المخلوق مشيئته غالب مشيئة الله. لا شك ولا ريب، لا ترتاب ولا تتردد، أن الله عز وجل شاء أن يقع ما تراه وما تسمع عنه وما لم تسمع عنه وما لم تراه مما هو واقع. لأن القاعدة عندنا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء الله ما اقتتلوا، إذن هم اقتتلوا بمشيئة الله ولا لا؟ بمشيئة الله. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، إذن ما اهتدوا، لأن الله لم يشأ. ولو شاء الله لهداهم جميعا، هل الناس مهتدون جميعا؟ الجواب لا. إذن لو شاء الله لاهتدوا جميعا، ولكن لم يشاء الله. يضل من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالكفر بمشيئته، والضلال بمشيئته، والغواية بمشيئته، وما لا يحب من العباد بمشيئته. ولو لم نقل بمشيئته لكان مشيئة هؤلاء غلبت مشيئة الله، والعياذ بالله.
أبدا. لا يمكن أن يكون شيء في هذا الخلق، هذا كله في الربوبية الكلام، لا يمكن أن يكون شيء في هذا الخلق إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. أيشاء ما لا يحب؟ أكيد لا شك في ذلك، لأن لو كان لا يشاء ما لا يحب لما وقع ما لا يحب، ولا لا؟ أو أنه وقع ها فوق مشيئة الله، الله ما شاء، ولكن الكافر شاء أن يكفر فغلبت مشيئته مشيئة الله والعياذ بالله كما يقولون. ما في شك ولا ريب أن ما من شيء واقع يحبه الله ما لا يحبه، يرضاه ما لا يرضيه، إلا وهو لمشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، يعني بصفة العلم لله عز وجل، كما هو معلوم بأن القدر له مرتبتان وفي كل مرتبة درجتان، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في الواسطية. المرتبة الأولى العلم والكتابة، العلم والكتابة، درجة العلم ودرجة الكتابة. المرتبة الثانية المشيئة والخلق، درجة المشيئة ودرجة الخلق. فما من شيء، ما من شيء مخلوق إلا علمه الله وكتبه وشاء أن يخلقه وخلقه. إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني علمه الله ها وكتبه وشاء أن يخلقه وخلقه. الشافعي يقول رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، تعال يا قدري، الله عز وجل يعلم أو لا يعلم؟ فإن قال يعلم، فإن قالوا يعلم خصموا، ما لهم قائمة في عقيدتهم إذا اعترف وأقر بأن الله يعلم. وإن قال لا يعلم، وإن قالوا لا يعلم كفروا. يا أما يقول الله ما يعلم وهذا كافر، نفى أن يكون الله يعلم. لو قلت له أنت لا تعلم، قال لا تغلط علي، أنا العالم الفلاني الشيخ الفلاني ما شاء الله، أنت تعلم الله لا يعلم؟ هذه من أشد المسبات، أن يقال للإنسان يا جاهل أنت ما تعرف، أنت ما تعلم. كيف يأتي إنسان يقول عن الله أنه لا يعلم؟ حتى المعتزلة الغلاة منهم فقط الذين قالوا الله لا يعلم، لكن خلينا من الذين يقولون إيش يعلم. إن قالوا لا يعلم فقد كفروا، وإن قالوا يعلم خصموا. كيف خصموا؟ أنت الآن متقول الله يعلم، أما قلت بأن الله يعلم؟ طيب رب العالم يعلم بأن فلان سيكفر، أنت قلت الله يعلم، إذن بما أنه يعلم بأنه سيكفر ولم يشأ له الكفر أيها المعتزلي، الله لم يشأ لفلان الكفر وهو يعلم أنه سيكفر، يعلم، لماذا لم يمنعه من الكفر بما أنه يعلم؟ انتبهتم؟ كونه يعلم بأنه سيكفر ويتركه حتى يكفر، إذن هذا بمشيئته أو ليس بمشيئته؟ بمشيئته، لأنه يعلم بأنه سيكفر. صار هذا المعتزل بين أمرين، إما أن يقول الله لا يعلم فإن نفوا العلم عن الله كفروا، أو يقول بأن الله يعلم فقد خصم باعترافه بأن الله يعلم. فنقول له بما أنك تقر معنى بأن الله يعلم، إذن الله يعلم بأن الكافر سيكفر ولا لا؟ يعلم ولا يعلم؟ إن قال لا يعلم كفر، وإن قال يعلم كنا حاججناك. بما أن الله يعلم بأنه سيكفر وتركه حتى يكفر، إذن هو كفر بمشيئته أو ليس بمشيئته؟ مشيئته، بدليل، بدليل أنه يعلم. انتبهتم؟ أعيد، انتبهوا. يقول الشافعي: ناظروا المعتزلة القدرية ناظرهم بالعلم، الله يعلم أو لا يعلم؟ فإن أنكروا أن الله يعلم كفروا، وإن أقروا بأن الله يعلم خصموا. كيف؟ أنتم تقولون الله لم يشأ شيئا، لا الكفر ولا الإيمان ولا لم يشأ شيئا، ينفون المشيئة عن الله،
نقولهم هذا الكافر يعلم الله بأنه سيكفر أو لا يعلم؟ يعلم. بما أنه كفر إذن هو بمشيئة الله، لأن الله لو علم سابق بأنه سيكفر، لو لم يعلم قلنا صح ما يعلم الله فجأة ولا كفر، الله ما يعلم. لكن أنت تقول الله يعلم، إذن بما أن الله يعلم لو لم يشأ له الكفر لما كفر، لأن الله عنده علم سابق. فأهل السنة يعلمون يعتقدون بالقدر، يعني الله علم مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء، شاء الله ما شاء أن يخلق، خلق كل شيء فقدره تقديرا. يؤمنون بالقدر، يعني بالعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، ويقولون الله خالق كل شيء، وخلق الله العباد وخلق أفعاله. هؤلاء أهل السنة. نأتي إلى الجبرية اللي هم ثلاث جيمات، اللي هم من هم؟ الجهمية، الجبرية، المرجع. هؤلاء يقولون نعم لم نتعود على تقسيمها، الجبرية والجهمية الجبرية المرجئة شيء واحد. لماذا هم هكذا؟ الألباني والبلقاني والأوروبي شيء واحد، ها؟ يعني ما تعرف من أول؟ طيب عرفت الآن، الحمد لله، معلومة جديدة. طيب الجهمية لأن الذي أسسهم اسمه جهم بن صفوان فينسبون إليه، والجبرية لأنهم قدرية يقولون بالجبر وأن العبد لا مشيئة له فقيل عنهم جبرية، والمرجئة لأنهم يقولون الإيمان مجرد معرفة فهم غلاة المرجئة. الجهمية غلاة المرجئة، أكبر فرقة من فرق المرجئة الجهمية. جهمية نسبة إلى الجهم، وجبرية لأنهم حراف في القدر، لأنهم يقولون العبد مجبور لا مشيئة له، ومرجئة لأنهم يقول الإيمان مجرد معرفة. فهم جهمية، هم جبرية، هم مرجئة. هم معطلة أيضا لأنهم يقول الله لا أسماء له ولا صفات. طيب الآن الجبرية يقولون الله عز وجل جبر العباد على أفعالهم، ونفوا ماذا؟ أنكروا ماذا؟ مشيئة العبد، وعليه أبطلوا ها الشرائع. قال إذا ما لا فائدة، إذا كان الإنسان مجبور إذا لا فائدة لا من إرسال الرسل ولا إنزال الكتب ولا الأمر المعروف ولا النهي عن المنكر ولا النصيحة ولا الخطب ولا الدعوة إلى الله، ما له داعي هذا كله، لأن أصلاً الكل ها الكل مجبور. انتبهتم؟ فأبطلوا الشرائع. لحظة شوي، من أدلتهم يقولون الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوف، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت يا رسول الله إذ رميت، عندما رميت ولكن الله رمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل شيء، الذي رمى الله عز وجل. طبعا هم فهموا الآية فهما سيئا، الله يقول وما رميت يعني ما أصبتهم عندما رميتهم ولكن الله أصابهم، أخذ حفنة من تراب فرماها في وجوه العدو فأصابتهم جميعا. الله يذكر منته على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لما رميتهم أنت ما أصبتهم ولكن الله عز وجل نص، وما النص إلا عند الله العزيز الحكيم، ولكن الله أصابهم. وما رميت إذ رميت، هذا في حنين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الآية كما يستدلون بها، طيب وما شربت إذ شربت ولكن الله شرب، وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل، وما كذبت إذ كذبت ولكن الله، وما سرقت إذ سرقت ولكن الله، وما تزوجت إذ تزوجت ولكن الله. هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل، بل هم بباطلهم هذا أرادوا تعطيل شرع، أرادوا إبطال شرع الله، كل الشرائع لا معنى لها.
ولذلك هذا الجهمي الجبري المرجئ يقولون لو صفعته على وجهه، فقال لما تصفعني؟ قل هو ما صفعته إذ صفعته ولكن الله صفع. قل أنا مجبور، لو سلب أحد ماله قال أنا مجبور، لو قتل أحد أولاده مجبور، هل يرضى بهذا؟ ما يرضى بهذا، بل ما في إنسان عنده عقل إلا وهو يدرك بأن عنده إرادة. لو دخل ليأكل فوجد أصناف من الطعام فماذا يفعل؟ اختار هذا أو هذا. لو فتح خزانة الملابس فوجد فيها ثياب ماذا يفعل؟ اختار، شوف الجو اليوم، شوف المناسبة اللي أنا فيها، الجو حار ولا بارد. لو دخل ليشتري وجد البضائع بألوان، لو أراد أن يشتري ثياب أو حذاء يختار الرقم القياس الذي يحتاجه. لو ما في إنسان ما يدرك أنه يريد أن يذهب هنا أو هنا. حتى الجبري نفسه يجد عنده إرادة تامة، يلبس اللون الفلاني، الحجم الفلاني، يأكل الطعام الفلاني، يذهب المكان الفلاني. فالاختيار هذا أمر ما يستطيع إنسان أن يجحده إلا مكابرة. يقول أنا ما لي إرادة، أذن قم صل، بإرادتك تقوم وتتوضأ تصلي، بإرادتك تقول إيش لا أريد أن أصلي، واضح الإرادة جدا. ولذلك الله يقول عز وجل في موضع واحد يرد على هاتين الفئتين، الذين يكذبون بالقدر والذين يكذبون بالشرع، يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، إثبات مشيئة للعبد، بخلاف الجبرية الجهمية المرجئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت المشيئة، فلله مشيئة تامة وللعبد مشيئة يختار بها ما يختار، ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، الله هو الرب الخالق لكل شيء، حتى أنه خلق أفعال العباد.